خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. أعاد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لو كان يبقى للمحب حبيبه ما عاد حيرانا سليل محمد. فقد الأحبة والحماة بكربلاء وبقي فريدا لا يرى من منجدي. لم أنسه لما رأى أهل الوفاء صرعا على حر الثرى المتوقد. ناداهم يا إخوتي وأحبتي، شمل ثنا من بعدكم بتبددي. قوموا انظروا ما أحل لي من بعدكم، ففراقكم يا أهل ودي مجهدي قطع الرجاء منهم وعاد مودعا. حرم المهيمن من عقائل أحمدي وعليه درن صوارخا وصوائحا. ولنعيها قد ذاب صم الجلمد وأشدها حرقا عقيلة حيدر. تنعى أخاها الصبط من قلب صدي من بعد فقدك لليتامى ملجأ. للحائرات ولليتامى الفقدي خلصت رجاجي. لو وقف متحير حسين ورد للمخيم مقصد وداع النساوي. بوداعة الله يصيح زينب يا سكينة
حافظكم الله وطبق ضجا يا ولينا عنا تروحوا من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع وبس يدير بالعين فرن حواسر والازر بالحال طاحت والكل على حسين شبحت والروح راحت وتجلدت زينب على الشدة وصاحت بعدك يا خويا هالحراير تلتجي وين شنه البصر لو تشلتل الليل بظلامه كلها حريم وفاقدة وعدها يتامة وهالعسكر الميشوم ما ندريش مرامه ياهو لي صاليها تريد رجال ظفرين أجابها قالها بلا تجهيز لازم يتركوني وباشر تمر بي الضعينة وتنظروني وانتي وخواتي كان ردتو توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطميات وان كان يمي تقدرين تجين لا باس وتوصلين المشرع يا مجسد طلعوا بظلام الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فات ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وكفى بالموت واعظا. في اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان الساعة الأخيرة من عمره وأذكر هناك دعاء قبل الإشارة إلى هذه الساعة جيد يقرأ الإنسان مع اقتراب الغروب هذا مهم الدعاء اللهم يا من ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله اختم لي في يومي هذا بخير وشهري بخير وسنتي بخير وعمري بخير السعيد من يختم له بخير خاتمة الإنسان يعني عاقبة الإنسان إذا كانت عاقبة طيبة يعني المفروض آخر ما ينبغي أن يطفح على لسان الإنسان قبل خروجه من هذه الدنيا كلمة التوحيد الشهادتين آخر ما ينبغي أن يتكلم به المرء قبل خروجه من هذه الدنيا الشهادتين ولهذا أقول ساعة الاحتضار هذه الساعة التي يشعر الإنسان فيها باقترابه من العالم الآخر الساعة الأخيرة في حياته طبعا هذه الساعة لها أحكامها إذا نرجع إلى الرسائل العملية في باب الأموات طبعا موسع في تفصيل كثير وهذه التفاصيل مهم للإنسان أن يتعرف عليها مثلا ابتداء من ساعة الاحتضار ساعة انتزاع الروح من البدن هنا الإنسان طبعا في اللحظات الأخيرة يجب عليه أن يستقبل القبلة أليس كذلك قبلة الصلاة القبلة التي كان ينقطع إلى الله يتوجه إلى الله خلي يكون هي هذه الخاتمة هذه النهاية يستقبل قبلة ربه يعني تخرج روحه وهو مستقبل للقبلة إذا ما كانت عند هذه الإمكانية وهذه القدرة فهناك الطرف الآخر من يوجهه إلى القبلة زين ثم كما قلت ينبغي له في هذه اللحظة أن يشتغل بذكر الله ليس إلا
والطرف الآخر أيضا يذكره. هناك من إلى جانبه من يذكره، يقرأ عليه مثلا الاعتقادات الحقة، الشهادتين، إلى غير ذلك. في هذه الساعة في بعض الروايات تقول إذا حان حينه المؤمن، اقترب أجله، أرسل الله عليه ريحا تسمى بالمنسية. هذه الريح تنسي أولاده، تنسي أمواله، تنسي هذه الأمور الدنيوية كلها. بعد يبقى قلبه متعلق بشيء منها، يبقى يعني قلبه متعلق بأولاده، بماله، ها، بالدنيا. وفي هذه الساعة أيضا تتجلى له أمور ما كان يراها في الحياة الدنيا. في بعض الأخبار هناك أمور ثلاثة تتجلى للإنسان في ساعة الاحتضار: الأولاد والمال والعمل. ويلتفت إلى أولاده في هذه الساعة: ما تستطيعون أن تقدموا إلي نوصلك إلى قبرك، نوصلك إلى قبرك، إلى مثواك الأخير. وهكذا يلتفت إلى ماله: ما تستطيع أن تقدم لي في هذه الساعة، خذ مني كفنك، هذه الأموال التي جمعتها ما راح تنفعك أبدا، هذا المقدار فقط. وأخيرا يلتفت إلى العمل: خذلني أولادي ومالي، أنت أيضا انصرف عني؟ يقول: لا، أنا معك، أنا معك في هذه الساعة وفي قبرك وعلى الصراط ويوم البعث والنشور، إما أوردك إلى الجنة أو إلى النار. ففي هذه الساعة طبعا هذه ساعة صعبة، وهذه الساعة كما أشرت من قبل يتفاوت فيها الناس، يختلف الناس باختلاف إيمانهم، بصيرتهم، علاقتهم بالله عز وجل. المؤمن إلى خير دائما، ها؟ لا يخاف عليه. المؤمن يخرج من الدنيا وقد ختم الله له بخير. في بعض المؤمنين في ساعة الاحتضار، لعل البعض شاهد هذا المعنى، شايفين واحد في لحظات الأخيرة يتبسم، المفروض في لحظاته الأخيرة يبكي، يبكي، لأنه كما يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه: أبكي لأمرين، لهول المطلع ولفقد الأحبة. الإمام الحسن سلام الله عليه كان إذا ذكر الموت بكى، القبر بكى، السؤال بكى، الصراط بكى، العرض على الله شهق شهق حتى يغمى عليه. بس أكو بعض المؤمنين يبتسم، وشايفينهم، خصوصا هذول الأبطال، رجال واقعا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في لحظات الأخيرة يحمل السلاح وهو مبرج بدمائه، يبتسم، ها، والدماء تغطيه. هل ابتسامة يعني ماذا؟ يعني قبول العمل. الإنسان في ساعته الأخيرة، في لحظته الأخيرة يبتسم. أموات، ها، شفناهم أموات وهو يغسل والبسمة بادية على محياه. فإذا قبول عمل، حسن خاتمة. هذه الساعة، ساعة الاحتضار، ينبغي للإنسان أن يعد العدة لها. هذه البداية، كما قلت راح يختم الإنسان سجل حياته، هذه نهاية حياة الإنسان، ثم بعد ذلك تبدأ المراسيم الأخرى. مات، إذا مات الإنسان يعني خرجت الروح، الموت هو هذا في التعريف الديني، خروج الروح من البدن، هذا هو الموت. وتبدأ المراسيم ابتداء من التغسيل، حينما يغسل. أنا أذكر بس لهذه المفردات الفقهية، حينما يوضع الإنسان على صخرة المغتسل
هناك سنن آداب ينبغي أن تراعى. يعني حينما يغسل استحباب مثلا قراءة سورة ياسين، ها؟ سورة ياسين ريثما ينتهي المغسل من تغسيلها، نفس المغسل ينبغي أن يكثر من ذكر الله. مو أكو بعض الناس يدخلون إلى المغتسل بدافع الفضول، بس هذا مو جيد، هذا مذموم في الروايات. بدافع الفضول ما عنده شغل، داخل إلى المغتسل يتفرج على ذلك الممدود، ها؟ الذي يغسل. هذا يقولون بعضهم يعتبر نوع من انتهاك لحرمته، شلون قاعد تطالعه أنت؟ وذاك يغسله يقلبه، ها؟ ظهرا لباطن. إذا ما عنده شغل، ها؟ إذا هو ما يريد يباشر التغسيل أو يعين المغسل مثلا، لا ينبغي له أن يدخل. يدخل يكون عنده شوية وظيفة، ها؟ حينما ينظر إلى الميت. فالتغسيل هو المغسل يكثر من ذكر الله عز وجل، ها؟ وهكذا بعد الانتهاء من التغسيل يبدأ التكفين. هذه اللحظات ينبغي الاكثار فيها من ذكر الله. وبعد لم يدفن الميت، ترى هو يسمع، هو يسمع، فينبغي أن نسمعه ذكر الله في هذه اللحظات، لأن هذا نوع من التخفيف له، نوع من الراحة له، نوع من الأنس له، قراءة القرآن والأدعية وهكذا. حينما يشيع بعد تكفينه، يشيع واستحباب إعلام المؤمنين كما تعلمون، إعلام المؤمنين بموت المؤمن حتى يحظى بأكبر عدد من المشيعين. ونفس التشيع هذا له آداب وسنن. وأنا أتأسف حينما أقول الآن في بعض مراسيم التشيع أكو بعض الناس أصلا فعلا هو غافل، يحمل جثمان الميت ويتكلم بأحاديث الدنيا، بأحاديث جانبية. والمفروض الإنسان حينما يشيع أن يكثر مثلا من ذكر الله، يقرأ كلمات الفرج، يقرأ سور من القرآن، يكثر من التهليل، من التكبير، من التحميد، ها؟ لا أن يشتغل بأمور الدنيا. في بعض الروايات الإمام الحسن سلام الله عليه كان إذا شيع الجنازة يبكي، جنازة لا تمت إليه بصلة، كان يبكي فيظن الناس بأنه هو صاحب العزاء. فالتشيع له آداب، له سنان ينبغي أن تراعى. وهكذا حينما يؤتى به إلى مثواه الأخير، إلى قبره، هذه كلها مستحبات، بس ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، لها أبلغ الأثر على الميت. مثلا حينما يوضع على مراحل ثلاث دفعات، الإمام الصادق عليه السلام يسألون ليش يعني الميت ما ندخل بشكل مباشر إلى قبره، وإنما يوضع مثلا على ثلاث دفعات، على ثلاث مراحل؟ قال: حتى يأخذ أهبته واستعداده لدخول ذلك البيت الجديد. مولانا زين العابدين ماذا يقول؟ وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ووحدتي. بيت جديد عمر عنا، فينزل في قبره، ينزل إلى مثواه الأخير. أنا رأيت في بعض الدول، وهذا شيء جيد، يعني من حين اشتغالهم بحفر القبر إلى إنزال الميت في قبره، وقبل أن يهال عليه التراب، كانوا يكثرون من ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وهذا من أفضل الأذكار، كما يقول آية الله العظمى الشيخ بهجت، واحد من العلماء، من العرفاء، من الفقهاء، يقول: لم أجد ذكرا أفضل من هذا الذكر. ها؟ يقول بعد تتبعي وبعد هذا التحقيق والتدقيق، يقول هذا أفضل الأذكار،
لأنه كما قلت فيه راحة إلى المؤمن حينما تكثر من ذكر الصلاة على النبي وأهل بيته، فيه راحة له. وهكذا حينما يهال عليه التراب، يهال عليه التراب بظهور الأكف، هذه من المستحبات، والروايات تنهى الأرحام أن يهيل التراب على الرحم. ليش؟ يسبب القسوة، يعني هذا من رحم رحمي، ما ينبغي، خلي الأجنبي هو الذي يهيل التراب على ذلك الميت. ثم قبل هذا وذاك، يعني قبل إهالة التراب، هذه مسألة مهمة، وهو التلقين. هذه مفردات أنا أذكر بها فقط. يلقن الميت، احنا عندنا استحباب تلقينين كما يذكر الفقهاء، التلقين الأول قبل أن يسد القبر، زين، والتلقين الثاني بعد أن يسد القبر يهال عليه التراب، يأتي وليه يجلس على شفير قبره رافعا صوته بعد انصراف المشيعين بنفس التلقين الأول. يلقن، يلقن، وبعد التلقين ترى كل شيء، هذا اللي يذكر الإمام المعصوم الإمام الصادق عليه السلام، يسألون ابن رسول الله، وإحنا نقول إلى الميت بعد تلقينه أفهمت؟ الإمام الصادق يقول أن الميت يتكلم في تلك اللحظة ويقول نعم فهمت. إحنا فقط نذكرها، مناسي، هذا خرج من الدنيا إن شاء الله ختم له بخير. شوف أهم شيء شنو؟ بعد أن نذكر إلى إذا جاءك الملكان المقربان سألاك عن ماذا؟ عن ربك، عن دينك، عن قبلتك، عن قرآنك، عن نبيك، عن أئمتك. يسأل عن أئمته، هذا المعنى الذي تشير إليه الرواية، وهذا أفضل ما يمكن أن ينفع المؤمن. نعم، هذا أكبر زاد. نقرأ في الرواية عنوان صحيفة المؤمن حب علي، هذا عنواننا، هذا هويتنا. يسأل عن إمامه، فلا تقول أنا وأنت، أقرب الناس إلى أمير المؤمنين يسألون عن علي، أقرب الناس إلى أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما وضع فاطمة بنت أسد في قبرها، أنزلها في قبرها، تقول الرواية ألبسها قميصه، ألبسها قميصه، وقبل أن يهيل عليها التراب قال أمه ولدك علي، لا جعفر ولا عقيل، ولدك علي، عندها جعفر وعندها عقيل، الملكان يسألانك عن إمامك بعد نبيك، قولي علي، هذا إمام، هذا أمه وتسأل عنه، أنا وأنت ماذا نقول؟ فيسألون، هذا ليش أقول عنوان صحيفة المؤمن حب علي، يسألون عن أئمة واحدا بعد الآخر. أرجوك الشقي ذاك البعيد الذي مو موجود عنوان الولاية في صحيفة عمله، وبعد الملكان ما يسألون عن بقية أعماله، بمجرد أن يعرفون خلاص ماكو أصلا عنوان ولاية في صحيفة عمله، ما يسألون أصلا، ينصرفون عن تحل يحل عليه العذاب. البعض يقول الشيعة يبالغون كثير في هذه المسألة، لا، مسألة مبالغة، مو مبالغة، هذا امتحان واقعا، امتحان، وإلا أرجوك هذول الآن الذي قاعدين يسفكون دماءنا، ها، من أجل ماذا؟ غير بسبب حبنا لعلي، ها، وهذا الإصرار على قتل الشيعة وذبح الشيعة وإراقة دمائهم، على شنو؟ قتل على الهوية، ذبح على الهوية، تصفية على الهوية. ففي هذه اللحظة إذا مو موجود هذا العنوان في صحيفة العبد، ما ينظرون حتما إلى بقية عمله، لكن المؤمن دائما إلى خير.
ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ومحبتهم. فيسأل ها يلقن هذا التلقين ثم ينصرف عنه. وأخيرا هنا يأتي مسألة العزاء لأهل الفقيد. الفقهاء يقولون يكفي أن يراك ها أهل الفقيد، هذا المعنى يكفي، يعني يتحقق في حقك بأنك عظمت الأجر لهم إذا شافوك في المقبرة، ها بعد ما يحتاج تأتي إلى الحسينية، أو حتى حضورك إلى الحسينية مثلا من دون مصافحة من دون معانقة، هذا المعنى يكفي. التعزية يعني مواساة المؤمن، هذا واحدة من حقوقه. أنا الآن أدخل بأي عنوان، هذا مجلس عزاء أدكم شام، أجي بعنوان شنو؟ المواساة للمؤمن، مواساة لأهل الفقير. والمواساة يعني خصوصا احنا سامحوني شوية عندنا بعض العادات وبعض التقاليد هي مو صحيحة أصلا. شوف مثلا أهل العزاء، وهذه حالة موجودة يعني عامة، يعني مو فقط في بلدنا، في كل مكان تشوف مثلا أهل العزاء يتحتم عليهم ثلاثة أيام أو الليالي أن يقدمون الطعام مثلا، وجبة غداء وجبة عشاء، بس هذا مو صحيح أصلا. الروايات بالعكس تقول إحنا المفروض نقدم إليهم الطعام. تعال اقرأ، وموجودة في المسائل هذا، يقدم الطعام لأهل العزاء لأنهم مشغولون بهذه المصيبة. ليش نشغلهم أكثر وليش نثقل كاهلهم أكثر؟ إحنا نقدم، الروايات هكذا وردت، نقدم لهم الطعام، هذا جزء من المواساة، نوع من المواساة والتسلية لهم، مو هم يقدمون. أو بعض الفواتح تشوف مثلا الآن ما أدري يعني ثقافة الإسراف ليش قاعد يصير هذا، ثقافة الإسراف، وليش نثقل كاهل أهل العزاء بهذه الطريقة، وليش يتحتم؟ يعني هذا عرف صائر، بس هذا العرف أصلا ما إلى مستند شرعي، من اختراع الناس. إنجي مثلا نفرض عليه نقدم أنواع المشروبات، كم يعني الآن ميزانية هذا في الوقت الذي إحنا المفروض نقدم إليها الطعام، نقدم إلى هذه الأمور نواسي، نقول يستأهل، هذا مؤمن وفي مصيبة وفي فاجعة، خليه يشتغل بمصيبته لا تشغله بأمور أخرى، وهذا فرصة أيضا للثواب للطرف الآخر إذا يقدم الدعم إلى أهل الفقيد، حينما يقدم وجبة طعام مثلا أو يقدم أمور أخرى هم أجر هذا. بس المهم في مسألة العزاء، أنا أدخل الآن إلى المجلس من أجل ماذا؟ من أجل مواساة مؤمن، أريد أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المبادرة داخل أنا، أريد أتقرب إلى الله بمواساة مؤمن، أعزي أسلي. في بعض الروايات استحباب مثلا معانقة المؤمن، تقبيل المؤمن في هذه اللحظات، احتضان المؤمن، هذا يخفف شوية الوطأ عليه. هناك من إلى جانبه يسليه، هذا يحتضنه، ذاك يقبله، ذاك يسليه، فلا يشعر بالغربة، ما يشعر بالوحدة. هذه مراسيم مهمة جدا، بس إذا هو بقي لوحده ما عنده أحد، من يسلي؟ من يصبره؟ تزداد مصيبة أو لا؟ هذا فقيد وعزيز عليكم حتما. وشايف أنا كثير من مجالس العزاء خصوصا شاب مؤمن، تشوف الحسينية تمتلئ، الناس تجتمع من كل جانب، يقولون هذا مؤمن يستأهل، خلي نواسيه، نواسي أهله، نجلس إلى جانبهم.
بس أرجوك واقعا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ش نقرأ احنا؟ أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. أرجوك تلك الغريبة من سلاها؟ من وقف إلى جانبها؟ يقولون انحدرت ليلة الحادي عشر من المحرم إلى المعركة تبحث عن عزيزها، عن خليصها، عن حبيبها. ما كانت زينب تطيق مفارقة الحسين حتى وهو جثة بلا رأس، تتخطى القتلى قتيلا بعد قتيل، ذبيحا بعد ذبيح، إلى أن وصلت إلى الجسد الطاهر. سوت زينب؟ يقول الراوي والله لقد أبكت كل عدو وصديق. سوت في تلك الليلة؟ جثت على ركبتيها ثم وضعت كلتا يديها تحت الجسد الشريف. تدري شلون شافت الحسين؟ شافت مكبوب على حر وجهه، لأن ذلك اللعين أكبه على وجهه ثم احتز رأسه الشريف. وضعت يديها كلتا يديها تحت الجسد الشريف، حركته قليلا ثم رمقت طرفها نحو السماء. إلهي تقبل منا هذا القربان. اجت الحزين المعركة ويا النساوين، وظلت تحوم على الجثث وتدور حسين، تبكي على واحد واحد تخر عنده، واحد تشيل الزان عن جسمه وتمده، وهذا عن الرمضة تجي وتشيل خده، وهذا تشم نحرة وتهل مدامع العين، وسكنة تناديها يا عم انتحل جسمي، والكبد مني تفطرت وازداد همي، يا باسايلج في وين اخوتي واولاد عمي؟ الاكبر علي جسام مدري وقع في وين. يروى ان زينب سمعت صوتا من منحر الحسين في تلك اللحظة وهو يقول: خي زينب ارجعي للخيام واحفظي لي عيالي وأطفالي، لأن عمنك عيناه لكن ما تدري يا أخويا شلون حالي، حالي حال الغريب بغير والي. أنا توني ذكرت عزي ودلالي، والله من قوضت ذيك الليالي. رجعت زينب إلى تلك الخيمة، بمجرد أن نظرنا إليها النساء الأطفال صحن وضيعتنا بعدك يا أبا عبد الله. خلينا نعزيها بعد. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت التجب ظليها ليتام، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال مطروح، وبجنبه علي الأكبر وجسام، عباس عندي البارحة يحوط الصياوين، يأمر وينهي واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجه
وهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفن لام وحسين من يسمع بكى بخيمة يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفلة وباتت خيمنا مطلبة وتزهر بهلها وصيوان اخويا حسين حولة رفرف اعلام اصبحت وشبال الهواشم حولي وقوف ومسيت مالي قناع وتستر بالجفوف ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك الأيام قالها علي السجاد يا عم شجاني حالك وانا مقدار اتحرك من مكاني صاحت يا نور العين عتب على اللي علي الكرار ابوها شلون تنضم بعد الك يا الفقيد هذا البيت انا اللي ضيعني ابن امي وخلاني غريبة لا اهل عندي ولا بلد يمي قريبة عني ايش دعوة يا علي مطول ما تنجف زينب وهي عدها بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاف اللهم تغمده بواسع رحمتك جاف الأرض عن جنبي أصعد بروحه إليك أحشره مع محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه رحم الله من أعاد الفاتحة مع الصلوات.